في شهر الرحمة، ما كان لأهل البر والإحسان إلا أن يستجيبوا لنداء الخير. في اليوم المغاربي للتبرع بالدم، جامع الجزائر يحتضن حملة للتبرع بالدم، سخر لها جناحا خاصا، وتولت الوكالة الوطنية للدم مرفوقة بمديرية الصحة عملية تأطيرها وتنظيمها. فيما يخص هذه العملية، هناك تنسيق جيد بين مديرية الصحة والسكان لواء الجزائر و الوكالة الوطنية للدم التي كنا عملنا معها في السابق عدة عمليات عبر ولاية الجزائر، وهذه اليوم تعتبر أول عملية كبيرة من خلالها نتمنى أن يكون جمع الكثير من الدم لهذا الدم هذا اللي نحن بحاجة ماسة إليه في هذه الأيام. احنا في هذه المبادرة في هذا اليوم نحتفل به لكي pour remercier les donneurs de sang، وتاني باش نديروا حمله تحسيسيه اللي نوريو فيها اهميه التبرع بالدم، لان الكثير من المرضى يحتاجون لهذا البرودوي فيتال. حملة حسب المنظمين برمجت في توقيت مثالي، انطلقت بعد صلاة التراويح، ما جعلها تشهد إقبالا كبيرا للمواطنين الذين استجابوا للنداء من أجل الإسهام في دعم وتموين بنوك الدم الوطني وإغاثة المرضى والمحتاجين لهذه المادة الحيوية. لقينا هنا يا حملة للتبرع بالدم منظمة من طرف الوكالة الوطنية للتبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى مصطفى باشا، فمن باب الفضول جينا طالعنا لهنايا وقلنا لما لا الواحد بمناسبة العشر الأواخر تاع ليالي العشر الأواخر تاع رمضان الكريم أن الواحد يتم الصلاة تاعو بتبرع بالدم. ندائي إلى كل مواطن وكل شباب في كل ولايات الوطن أننا نساهم في هذه الحملات وأننا نوعي كل الشباب للقيام بهذا الأمر، لأن حقيقة إذا تحدثنا على التبرع بالدم فهو صحي للمتبرع وهو فائدة كبيرة لكل الناس وخاصة على مستوى المستشفيات. اغتنمنا الفرصة للقدوم إلى هذا المسجد حتى يعم الخير. الخير هنا خيرين، خير الصلاة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وخير التبرع بالدم. من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. مبادرة إنسانية كهذه قد تكون كفيلة بإنقاذ أرواح، كما أنها ترسخ لثقافة التبرع بالدم والعمل الخيري ككل، خصوصا خلال الشهر الكريم.